متلازمة نفق الرسغ. نفق الرسغ عبارة عن ممر ضيق في المعصم يبلغ عرضه حوالي 2.5 سنتيمتر. تتكون أرضيته وجوانبه من عظام صغيرة تسمى عظام الرسغ. ولأن هذه الحدود شديدة الصلابة، فإن نفق الرسغ ليس لديه القدرة الكافية على التمدد أو الزيادة في الحجم. سقف النفق عبارة عن شريط قوي من نسيج ليفي يسمى الرباط الرسغي المستعرض. يضم نفق الرسغ الأوتار المسنية التي تسمح لك بسني أصابعك، والعصب المتوسط الذي يوفر الإحساس لمعظم أصابعك ويدك، ويتحكم أيضا في العضلات حول قاعة الإبهام. تسمى البنية المحيطة بالأوتار المسنية الغشاء الزليل، تعمل على تزليق الأوتار مما يسهل تحريك أصابعك. تحدث متلازمة نفق الرسغ عندما يضيق النفق أو عندما يتورم الغشاء الزليل، مما يضغط على العصب الناصف. الأسباب: الوراثة. قد يكون نفق الرسغ أصغر عند بعض الأشخاص، أو قد تكون هناك تباينات تشريحية تغير المساحة المتاحة للعصب. تعد متلازمة نفق الرسغ أكثر شيوعاً عند النساء. قد يكون السبب أن نفق الرسغ أصغر نسبياً عندهن منه عند الرجال. يمكن لكسر أو خلع في عظام الرسغ أو التهاب المفاصل الذي يشوه العظام الصغيرة في الرسغ أن يغير الفراغ داخل نفق الرسغ ويضغط على العصب المتوسط. تعد السمنة عامل خطر الإصابة بمتلازمة نفق الرسغ. قد يؤدي احتباس سوائل إلى زيادة الضغط داخل النفق، مما يؤدي إلى انضغاط العصب المتوسط. هذه الحالة شائعة أثناء الحمل. تتحسن متلازمة نفق الرسغ المرتبطة بالحمل بشكل عام من تلقاء نفسها بعد الولادة. تعتبر حبوب منع الحمل أو الحبوب الهرمونية من عوامل الخطر أيضاً، لأنها تغير مستويات الهرمون في الجسم، مما يؤدي إلى تورم النفق الرسغي وانضغاط العصب. تزيد بعض الأمراض المزمنة مثل الداء السكري من خطر تأذي العصب، بما في ذلك العصب المتوسط. قد تزيد حالات معينة مثل اضطرابات الغدة الدرقية من فرص الإصابة بمتلازمة نفق الرسغ. قد يؤدي العمل باستخدام أدوات اهتزازية أو العمل الذي يتطلب سنياً مطولاً أو متكرراً للمعصم إلى حدوث ضغط على العصب المتوسط. في كثير من الأحيان لا يوجد سبب واحد لمتلازمة نفق الرسغ. يمكن لمجموعة من عوامل الخطر أن تساهم في تطور الحالة. الأعراض: قد تلاحظ خدراً وتنميلاً وأحساس حرق وألماً في أصابعك ويدك. عادة ما يتأثر الإبهام والسبابة والأصبع الوسطى أو البنصر، لكن ليس أصبعك الصغير. قد تشعر بإحساس مثل التيار الكهربائي في هذه الأصابع، وقد ينتقل هذا الإحساس من معصمك إلى ذراعك، وقد يصبح الشعور بالخدر ثابتاً بمرور الوقت. يمكن أن تشعر بضعف في يدك وأسقاطك للأشياء. قد يكون ذلك بسبب التنميل في يدك أو ضعف عضلات الإبهام الذي يتحكم فيها العصب المتوسط، مما يجعل من الصعب أداء الحركات الدقيقة كتزرير ملابسك على سبيل المثال. قد توقظك هذه الأعراض من النوم في الليل. في معظم الحالات تبدأ الأعراض تدريجياً دون إصابة معينة. ستجد أن أعراضك تظهر وتختفي في البداية، ومع تفاقم الحالة قد تحدث بشكل متكرر أو قد تستمر لفترات أطول من الوقت. غالباً ما تحدث الأعراض عند الإمساك بشيء ما لفترة طويلة مع سني المعصم للأمام أو للخلف، كما هو الحال عند استخدام الهاتف أو القيادة أو قراءة الكتاب. التشخيص: عادة ما يكون تشخيص سريرياً. سيطرح عليك طبيبك بعض الأسئلة ويستمع لأعراضك. سيجري فحصاً سريرياً دقيقاً، سيختبر الإحساس في أصابعك وقوة عضلات يدك. يمكن أن يؤدي سني المعصم بزاوية 90 درجة لمدة 60 ثانية، ويسمى أيضاً اختبار فالين، أو النقر برفق على العصب المتوسط على الجانب الراحي للرسغ وتسمى علامة تنل، إلى ظهور أعراض لدى العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة نفق الرسغ. لا تساعد الأشعة السينية في التشخيص، ومع ذلك يوصي بعض الأطباء بإجرائها لاستبعاد الأسباب الأخرى لألم المعصم مثل التهاب المفاصل أو الكسور. يمكن طلب تخطيط الأعصاب بتحديد المناطق المحتملة لانحباس أو انضغاط العصب. وفي حالات أخرى قد يقوم الطبيب بإجراء تخطيط العضلات لتحديد الأضرار التي لحقت بالعضلات التي يتحكم فيها العصب المتوسط. تساعد الأمواج فوق الصوتية في فحص العصب المتوسط بحثاً عن علامات الانضغاط المحتمل. قد يتم طلب تحاليل دموية إذا كان هناك علامات أخرى تشير إلى أمراض مرافقة مثل الداء السكري أو قصور الغدة الدرقية. العلاج: في المراحل الباكرة قد تؤدي الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها بنفسك إلى حل المشكلة. على سبيل المثال،
خذ فترات راحة متكررة أثناء العمل لإراحة يدك. تجنب الأنشطة التي تزيد الأعراض سوءا. ضع كمادات باردة لتقليل التورم. حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة. قد يتم تثبيت يدك ومعصمك بجبيرة للمعصم لمدة 4 إلى 6 أسابيع، وغالبا ما يتم ارتداء هذه الجبائر في الليل على الرغم من أنها قد تكون ضرورية أيضا أثناء النهار. مضادات التهاب اللاستيرويدية NSAIDs قد تساعد في تخفيف الألم الناجم عن متلازمة نفق الرسغ على المدى القصير. قد تتم إحالتك إلى العلاج الطبيعي لتتعلم تمارين التقوية والتمطيط. قد يحقن طبيبك الكورتيزون ضمن نفق الرسغ لتخفيف الألم. يقلل الكورتيزون الالتهاب والتورم مما يخفف الضغط على العصب المتوسط. تستخدم أحياناً الأمواج فوق الصوتية لتوجيه هذه الحقن. في الحالات الشديدة التي فشلت فيها العلاجات غير الجراحية أو التي بدأ فيها حدوث ضعف العضلات، قد تكون هناك حاجة إلى تدخل جراحي بإجراء يعرف باسم تحرير نفق الرسغ. يتطلب هذا الإجراء إجراء شق صغير في راحة اليد المصابة. من خلال هذا الشق يمكن للجراح الوصول إلى الرسغ وشق الرباط الرسغ المستعرض الذي يعمل كسقف لنفق الرسغ تحت الرؤية المباشرة. هذا الشق يفتح المساحة ويخفف الضغط على العصب المتوسط. إعادة التأهيل بعد الجراحة. بعد الجراحة مباشرة سيتم تشجيعك على تحريك أصابعك لتقليل التورم ومنع التيبس. ستضطر إلى ارتداء جبيرة معصم لمدة أسبوع تقريبا، ومع ذلك سيسمح لك باستخدام يدك في الأنشطة الخفيفة. ستبدأ ببرنامج علاج طبيعي حيث سيتم إرشادك إلى تمارين خاصة لتحسين حركة يدك ومعصمك. يجب أن تتوقع بعض الألم والتورم واليبوسة بعد العملية. قد يستمر الألم البسيط في راحة يدك من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. أما إذا كانت أعراضك شديدة جدا، فقد لا تختفي الأعراض تماما بعد الجراحة. تعود قوة القبضة والقرص عادة بحوالي شهرين إلى 3 أشهر بعد الجراحة. أما إذا كانت حالة العصب المتوسطة سيئة قبل الجراحة، فقد لا تتحسن قوة القبضة والقرص قبل 6 أشهر إلى سنة تقريباً.